هذه ثاني رونو اسباس شابه هايله، ثاني تاع فاميليا وكاع، وسبعه بلايص. شحال السومه تاعها؟ 3900. هاي وهنايا ماهيش يبان الاخرين. ثاني ما شاء الله 3900 خاوتي، معناتها 60 مليون سعر البنك، وبسوق السوداء 91 مليون. هذه ثاني الغول، هذه شابه كبيره، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذه السعر تاعها شحال؟ نروح نشوفوا السعر. 1300. خا باطل. ديازل 2006 ماشية 184 في 177 بي اس. خاوتي 1300، 20 مليون. هاي لي 20 مليون صاحبي. زيد، اللهم صل عليك يا رسول الله. هاي لي هذيك نشوفها ثاني، نفكر وليد حومتي حسين شناوة عنده وحدة يخدم بها ربي يحفظه، بصح ماشي تويوتا، عنده فوكس فاغن. تيكات ولا تيكات، ربي يعاون كل مؤمن ان شاء الله. هذه ما فيهاش سعر، ندخلوا منها. هذيك ما فيهاش سعر، انا ما نحبش ندخل في الضيق باش ما نكسرلوش اي حاجه. المهم هذو كاع ما فيهمش الاسعار خوتي، كانوا كاع فيهم الاسعار نحاهم ما على باليش عليه، راك تعرف كل واحد ربي يعاونه على كل حال. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. هذه ما فيهاش سعر ثاني، هذه المرة اللي فاتت لقيتيها السعر نحاها. واش نقول لكم، والله غير خاوتي غير الأسعار نحاهم كاع. جيت هنايا قلت لكم على أنا كي نجي خاوتي من مبرمج، من مبرمج زعما هكذا لازم نجي أو كاميو كاين للبيع. ها كاميو الهيكا ثاني، هاولي أروح نشوفه. ثاني الناس تحب تخدم بيزنس ولا، ربي يحفظ الجميع. هاولي هذه ثاني فيها سعر، بصح السعر تاعها شحال؟ والله ما قدرت نشوفها خاوتي، اذا قدرتو تشوفوها انتو ماني قدرت نشوفها انا. شنو طوموبيل زينه ثاني ندا بزاف خاوتي. هذه ثاني كان فيها السعر نحالها. المهم خاوتي هم نحيين كاع الاسعار، لاحظت باللي راه داير الارقام من الفوق، هاو داير الارقام خاوتي. تسمى كيما قلت لكم في بدايه الفيديو، تسمى راه داير الارقام جدد هنا يا خاوتي في الكوانه ولا في الاك هنا، معناتها كي تحوس كاش حاجه ولا تدي الرقم وتروح له للبيرو ليك. اليوم راه مغلوق خاوتي، الله غالب. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. المهم خاوتي الطوموبيلات اللي قدرنا نصوروهم لكم رانا صورناهم، والاسعار خاوتي هادو تاع طوموبيلات تاع استيراد ولا تاع تصدير، وحنا ان شاء الله يفتحوا لنا قانون تاع اقل من 10 سنوات خاوتي، ام الواحد يولي يقدر يشري طوموبيل شابه خليها لروحو. نقصوا الزوالي مسكين امه يعرفوا شيه، الزوالي يقدر يشري خريده. حنا والله قلت لك صاحبي عنده 100 مليون والله ما قادر يشري طوموبيل. هالي خاوتي هذه 1900 اورو، هذه بسعر البنك 45 مليون، وبسعر السوق السوداء 60. شحال شابه شو الله يبارك. 2009 ديازل 250000 150 بي اس، 1900 اورو. حنا خاوتي نحاو ديازل ما على باليش عليه، يقول لك الخرده تاع اوروبا. واش من الخرده تاع اوروبا يا ودي؟ كاين واحد الخرده راهي تدور في الجيري ولا غير، عينك ما تشوف الا النور. حنا ماهيش البيئة تاعنا زعما هذيك نقية نقية لديك الدرجة، نقدروا يديروا لنا قانون تاع نقص 10 سنوات مدة عام، يخلي الزوالي يجيب طونوبيل قسم يدور ومن بعد يرحمها الرحمن. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. المهم خاوتي واش نقول لكم، ربي يحفظكم ويحميكم، تهلاو في روحتيكم في ساعة زينة إن شاء الله. صلوا على رسول الله، ضرب لك الله يقدعهم خوك، ونتلاقوا في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.